كنت احسن اخ، كنت احلى اخ، كانش في حد زيك. كنت دايما بقول مش قادر اعيش من غير اخويا. انت الوحيد يا ناس في لعب معرفة، مش عارف اكلمه يا نفس النادي. انا مش عارف اكلمه ومش عارف اكلم حد من ولادي. أعزائي المشاهدين، صفارة نهاية اللقاء معلنا فوز النادي المصري 3-1 على النادي الأهلي. تقدم جونيور في الدقيقة 11 ونجح مؤمن زكريا في إدراك 3 أهداف، والملعب تحول إلى سوق عقاز. أنا قبلها أنظرته، قلت له بلاش بلاش بورسعيد. احنا اللي في اليوم ده المفروض ان احنا نركب اوتوبيساتنا على النادي الاهلي، ما كانش فيه اوتوبيسات، فخدنا القطر، خدنا القطر لحد بورسعيد. يعني جمعنا كل، يعتبر كل الجروب كان في القطر. نزلوا في محطه اسمها محطه الكاف. محطه الكاف دي قبل بورسعيد بحوالي 30 كيلو او 25 كيلو. المفروض اللي ينزل المحطه دي يركب اوتوبيسات، ما ركبوش اوتوبيسات، ركبوا عربيات البوليس اللي هي بتاعت الشرطة. المفروض يفتشوهم، ما حدش يفتش، دخلوهم كده وخلاص. ضربة البداية هتكون مع الأحمر الأهلاوي على يميننا ويمين حضراتكم، المصري البورسعيدي بالأبيض الكامل على شمالنا وعلى بركة الناس وصفار الدنيا. دخلوا لقوا في ناس موجودين جوه، مش تبع قفص اهلاوي، ناس موجوده في قلب المدرج، مش داخلين جوه تبع، مش تبع قفص اهلاوي، دول تبع مين احنا ما نعرفش. فانا اول ما الجمهور نزل الملعب كده، فانا قلت لام عبد الرحمن على فكره ما من 35 حالة وفاة حتى الآن. يا ناس يا ناس ضحكوا علينا، قالوا إن هم هيقابلوهم أحسن وأبيض. المشهد فعلا أصبح كان حزي، يعني صعب جدا إنك تشوف ناس قدامك بعيد عن الصورة وبعيد عن أي حاجة. الناس بتفوق يا كابتن، نادر الناس ماتت يا كابتن، الناس ماتت ولسه الناس بتفوق. كان أنا عندي جثتين مرميين بقالوا شهر أهو مفيش أسعاف جت يا كابتن نادر. أنا واحد من الشخصين الثلاثة في وسط الناس أسانسور إنت الماتش اتقلب، ولا في حد بيتحرك، ولا في أرض، ولا في أي حاجة، ولا في إسعاف. فاهم يا كابتن إيه؟ عمر إيه؟ عمر سعيد يا كابتن نادر. ماله؟ كابتن إحنا بنفوق، عمر سعيد قدام خالي معاك. واحد مات صيدا لك اهو شهيد.